ها؟ طيب بسم الله. شوفوا يا جماعة، احنا الآن بعدنا درس قران القيمة، قران القيمة المطلقة. أخذنا أول شغلة رقم واحد كانت إعادة التعريف، رقم واحد كانت إعادة التعريف. رقم اثنين حل المعادلة، حل المعادلة. وحل المعادلة كان فيه برضو جزء من إعادة التعريف، نستخدمه في بداية الحل بس. هسا الفرع الثالث أو الجزء الثالث في الموضوع اللي هو جلد مجموعة حل المتباين، جلد مجموعة حل المتباين، حل المتباين. طبعا الفرق ايش بين المعادلة والمتباينة؟ المعادلة ايش فيها؟ تساوي. المتباينة فيها أكبر من وأصغر من. يبقى حل المتباينة، حل جلد مجموعة حل المتباينة. طيب أول شغلة، أول سؤال عندي اللي هو بيحكي لك جد مجموعة حل المتباينة مطلق س زائد 2 أكبر من 5 ومثلها على خط الأعداد. رقم 2 4 س ناقص 6 أكبر من 8 برضه مثلها على خط الأعداد. 2 س زائد 12 أكبر، س أكبر. والجزء الثاني جاي ايش؟ أصغر. الجزء الثاني جاي ايش؟ أصغر. طيب رقم 1 هون الحل. رقم واحد داخل رقم واحد اللي هو مطلق س زائد 2 أكبر من 5. خواص المطلق، من خواص المطلق، انتبه علي الآن، من خواص المطلق إن الأكبر، يعني مثلا أنا عندي مطلق، خواص المطلق إذا في أكبر مثلا من ألف، بصير هذا المطلق نفس اللي جوا المطلق هذا أكبر من ألف أو نفس اللي جوا المطلق أصغر من سالب ألف. سالب ألف. من خواص المطلق يا جماعة، من خواص المطلق إذا في عندك مطلق أكبر بصيروا تنتين، بصيروا إيش؟ تنتين. واحدة أكبر والتانية أصغر، بس الأصغر شو بحط لها؟ سالب. كيف يعني؟ يعني هذا السؤال، هذا السؤال مطلق س زائد 2 اكبر من 5 اكبر بتصير كم وحده؟ اثنتين. يبقى عندك س واحدة اكبر زائد 2 اكبر من 5 او س زائد 2 اصغر من سالب 5. طب هاي صارت ايش؟ متباينة عادية، متباينة عادية. س زائد 2 أكبر من 5، حط ناقص 2، ناقص 2، بطلع س أكبر من 3. وهون ناقص 2، ناقص 2، طلع عندك س أصغر من سالب 7. طيب إذا س أكبر من 3 وس أصغر إيش؟ من سالب 7. إيش يعني س أكبر من 3 وس أصغر من سالب 7؟ هون س تنتمي شو الأكبر من 3؟ يعني من 3 ما لا نهاية. طبعا ما لا نهاية دائما مفتوحة، هون ما فيش مساواة مفتوحة. يبقى س تنتمي 3 ما لا نهاية، اتحاد أو زائد، اتحاد أو زائد. س أصغر من سالب 7، إيش س أصغر من سالب 7؟ يعني من سالب ما لا نهاية لسالب لسالب 7 مفتوحة. طيب هاي سين. طب مثلها على خط الاعداد، بدي امثلها على خط الاعداد ولا اسهل منها على خط الاعداد. هذا اللي اخذناه اول حصه لما بلشنا في المتباينات، اول حصه في المتباينات مثلها على خط ايش؟ الاعداد. كيف امثلها على خط الاعداد؟ يا سلام، هاي خط الاعداد زي هيك، عندك هون سالب ما لا نهايه وهون ما لا نهايه. مثل هاي هسه على خط الاعداد بتصير كالتالي، هون س اكبر من 3، س اكبر من 3، هون س اصغر من سالب 7. وين السالب 7 وال3 يا جماعه؟ هون السالب 7 وهون ال3 وهون ال3. التنتين مالهم؟ هاي مفتوحه وهاي مفتوحه، اذا هون عند الثلاثه هيك
وعين سالب سبعة عين سالب سبعة سين أكبر من ثلاث أكبر من ثلاث أنو جهة؟ يمين هاي هاي يمين هاي أكبر من ثلاث وين سين أصغر من سالب سبعة؟ نور سين أصغر من إيش؟ من سالب هذا تمثيل البيان ملوش دخل التقاطع احنا هون اتحاد مش تقاطع اتحاد يعني مجموعة حل المتباينة الثلاثة بس مش داخلة معنا كل الأكبر من الثلاثة داخل معنا كل الأكبر من ثلاثة داخل معنا يعني الأربعة داخلة معنا؟ طب تعال نجرب هيك أربعة زائد اثنين ستة مطلق الستة ستة الستة أكبر من خمسة؟ تعال نجرب مثلا ثمانية جرب ثمانية ثمانية زائد اثنين عشرة مطلق العشرة عشرة عشرة أكبر من خمسة؟ طيب تعال نجرب أصغر من سالب سبعة أصغر من سالب سبعة شوف إيه عدد أصغر من سالب سبعة سالب ثمانية مثلا سالب ثمانية سالب ثمانية سالب ثمانية زائد اثنين سالب ستة مطلق السالب ستة أكبر من خمسة طيب يبقى إذا هاي الجهة هاي معايا في مجموعة الحال والجهة هاي معايا في مجموعة الحال فنفتحها طيب خد بالنص جرب انا بحكي جرب من سالب سبعة ثلاث خد مين اثنين ماشي اثنين خد اثنين اثنين زائد اثنين اربعة مطلق الاربعة اربعة اربعة اكبر من خمسة طيب جرب الثلاث نفسه جرب الثلاث نفسه ثلاثة زائد اثنين خمسة مطلق الخمسة خمسة، خمسة أكبر من خمسة؟ لا يبقى الثلاثة مش داخلة معنا. مفهوم الجزء ها؟ مفهوم. ناخذ رقم اثنين؟ ناخذ رقم اثنين. ماشي الحال. مش مجموعة الحل وهي ايش؟ سين تنتمي ايش؟ هاي اسمها ايش؟ مجموعة هاي مجموعة الحل. مجموعة الحل. سين تنتمي. رقم اثنين. رقم اثنين. معطيك برضه رقم اثنين مطلق رقم اثنين مطلق أربعة سين ناقص ستة أكبر من ثمانية برضه أكبر من ثمانية أكبر برضه هاي إيش؟ أكبر في حالة الأكبر بتصيروا كم واحدة؟ تنتين تاخذ أربعة سين أربعة سين ناقص ستة أكبر من ثمانية أو أربعة سين أربعة سين أصغر من سالب 8 حل الأولى زائد 6 زائد 6 4 سين أكبر من 14 على 4 على 4 سين أكبر من 14 على 4 يعني سين أكبر من 3 3 ونص 14 4 3 ونص كيف 14 4 3 ونص هاي يا جماعة 14 يا جماعة عشان بحس الناس بتنعجب فيها 14 على 4 ايش العدد قريب على 14 اصغر منه اصغر من 14 مقبل على 4 12 طيب 12 صح 14 اعتبرها 12 12 على 4 3 شو ضل ال 14 معناها دول 2 2 على 4 5 3 ايش 3 ونص طيب نيجي لهاي 4 سين ناقص 6 اصغر من سالب 8 زائد 6 زائد 6 بصير عندك 4 سين اصغر من سالب 2 على 4 على 4 سين اصغر من سالب نص سالب ايش؟ نص طيب تصير مجموعة الحال مجموعة الحال ها اللي بيسأل عن مجموعة الحال مجموعة الحال ايش يعني سين اكبر من ثلاثة ونص؟ يعني من ثلاثة ونص لما لا نهاية مفتوحة طبعا لأن في شون مساواة اتحاد شو يعني سين اصغر من سالب نص؟ اللي هي من سالب ما لا نهاية لسالب نص تمثيلها على خط الاعداد
نفس هاي بس ايش الاعداد تختلف. السالب نص بصير هون والثلاثة ونص بصير هون ونفس الموضوع. واضح تمثيل على خط الاعداد ها؟ طيب هذا ايش؟ اكبر. هذا ايش يا جماعة؟ السالب نكتب س تنتمي. ايش بدك تكتب طيب؟ بدوش اكتب س تنتمي، ايش اكتب؟ اكتب مجموعة الحال بدون س تنتمي، هاي مش س تنتمي ولا س تنتمي. يعني مش شاب بقول لك مش شاب. لا مش والله طيب مش ما بيننا الشغلات. فاتينا فعلا. صلوا على النبي يا جماعة. اللهم صل على سيدنا. نيجي هذه بالنسبة للايش؟ للاكبر. هذا بالنسبة ايش؟ للاكبر. طيب نيجي للاصغر، ناخذ واحدة على الاصغر. واحدة على الاصغر. او خمسة. ولا خلينا نحل كمان واحدة هذيك. خلينا ناخذ هاي. هاي بس، هاي. بس هاي. حرصيك يا محسيري. كان احل هاي الفا س لحالها، رقم ايش؟ رقم أربعة اللي هي فا س س لحالها. رقم أربعة بعطيك مطلق س أكبر من أو يساوي ايش؟ صفر. مطلق س أكبر من أو يساوي صفر. كيف بتصير هاي؟ مطلق س اكبر من او يساوي صفر؟ نفس الكلام، س اكبر من او يساوي ايش؟ صفر. ماشي؟ وس اصغر من او يساوي صفر. مفيش سالب صفر طبعا. صفر. ايش؟ برضه ايش؟ برضه صفر. ايش يعني س اكبر من او يساوي صفر؟ يعني من صفر كما لا نهاية مغلق عند الصفر لأن فيه مساواة. اتحاد ايش يعني س أصغر من أو صفر؟ من سالب لا نهاية لصفر مغلق. لاحظوا أن مجموعة الحال مجموعة الحال عبارة عن ايش؟ حاء. كل الأعداد حقيقية. ايش يعني حاء؟ يعني جميع الاعداد الحقيقيه، جميع الاعداد ايش؟ حقيقيه. مفهوم معايا يا جماعه؟ مفهوم؟ طيب. بس حا ما هي عندك من صفر لما لا نهايه ومن سالب ما لا نهايه صفر، كل الاعداد الحقيقيه، يعني صارت من سالب ما لا نهايه لما لا نهايه، لما لا نهايه، هاي اربعه. خط الاعداد ارسم لك اياه؟ حاضر. يا سلام. لا ابو زكدوس اسئلتك ما شاء الله قويه. اسئله يعني الصراحه خطيره. ارسم لنا خط الاعداد، مش عارف خط الاعداد من سالب لما لا نهايه. اول شيء من صفر لما لا نهايه، وين الصفر؟ هاي صفر مغلق الى إلى ما لا نهاية، صفر مغلق إلى ما لا نهاية. والجهة الثانية من سالب ما لا نهاية لصفر اللي هي بتيجي زي هيك. من سالب ما لا نهاية لصفر ومن صفر لما لا نهاية. شو تطلع مجموعة الحل يا جماعة؟ من سالب ما لا نهاية لا ما لا نهاية. اللي هي حاء، مجموعة الحل ايش؟ حاء. طيب. نيجي هاي خلصنا موضوع الاكبر، هاي خلصنا موضوع ايش؟ الاكبر. نيجي للاصغر، نيجي لمين؟ للاصغر. نيجي رقم خمسة. رقم خمسة اللي هي مطلق 2 س زائد 1 أصغر من أو يساوي 3. جينا للأصغر، جينا لمين؟ للأصغر. الأصغر يا جماعة، الأصغر إحنا حكينا هون لما تكون أكبر شو كيف المطلق بتصير. لو كان عندك مطلق أصغر من مثلا ألف، أصغر هسه
صارت ايش؟ أصغر. الأصغر بتصير زي هيك، لداخل المطلق صار أصغر من ألف موجب وأكبر من سالب ألف. يعني الأصغر بتضلها متباينة واحدة. متباينة ايش؟ واحدة. بس بحط لها الجهة الثانية سالب، بحط لها الجهة الثانية ايش؟ سالب. طيب كيف طريقة الحل؟ بالنسبة للأصغر 2 س زائد واحد أصغر منها وسوي 3 ناقص واحد بتصير هيك 2 س زائد واحد أصغر من أو تساوي 3 وأكبر من أو تساوي سالب 3 صارت محصورة. صارت إيش؟ محصورة. هسه بنزيد على كل واحد. خلاص يا جماعة. طيب زائد واحد حط سالب واحد سالب واحد سالب واحد، هاي مع هاي صار عندك 2 س أكبر من أو يساوي سالب 4 أصغر من أو يساوي 2، هذا بنقسم على 2 على 2 على 2 صار سالب 2 هون س هون كم؟ 1. إذا مجموعة الحل مجموعة الحل اللي هي من وين لوين؟ سالب 2 سالب 2 لواحد وفي مساواة على الجهتين، في مساواة على الجهتين. لو بدي ارسمها رسمها برضو رسمتها سهلة جدا، من سالب 2 لواحد متباينة عادية جدا هيها. عندك من وين لوين حكينا؟ من سالب 2 لواحد، هون السالب 2 مغلقة ولا لا؟ مغلقة. سالب 2 وين الواحد؟ هون الواحد برضو مغلق وبينهم مجموعة الحل وين؟ بيناتهم. مجموعة الحل بيناتهم. هاي تمثيل البيان تبع ليش؟ اللي هي الأصغر. طيب صلوا على النبي. ناخذ انا سؤال هيك عشان تعرفوا المعلومة هاي بالمرة، بما ان ايش؟ حكيت معلومة ايه؟ معلومة ايه؟ استنى شوي ايش؟ رقم 8 راح نجيها، وين بدها تروح؟ موجودة. سؤال زي هيك سؤال 6 بدي اغيره، بدي اخليه مثلا 10 ناقص 2 س 10 ناقص مطلق 10 ناقص 2 س اصغر من اصغر من 4 10 ناقص 2 س اصغر من ايش؟ من 4. باخذ اللي داخل المطلق برضه 10 ناقص 2 س اصغر من 4 واكبر من ايش؟ من سالب 4. طيب العشرة حط سالب 10 سالب 10 سالب 10 سالب 4 سالب 10 سالب 14 أصغر من سالب 2 س أصغر من سالب 6 سالب 6. المعلومة الجديدة طبعا شو جديدة؟ المفروض أنت بتعرفها قديمة. المفروض أقسم على سالب 2. لما تقسم على عدد سالب لما تقسم على عدد سالب عندك شغله من تنتين تسويها، يا هاي يا هاي. لما تقسم على عدد ايش؟ سالب. شغله من تنتين تسويها، اما بتبدل مكان الاعداد او بتقلب العلامه هاي نفسها اما بتبدل مكان هدول او بتقلب العلامه نفسها. خليني ابدل مكان الاعداد، بدل مكان الاعداد. اذا انا بدي اقسم على كم؟ على سالب 2 يبقى راح نقسم على سالب 2. سالب 14 على سالب 2 سالب 7 هون. سالب 6 على سالب 2 3 هون. ماشي؟ وطبعا هاي صارت ايش؟ س. وهدول زي ما هون. يبقى انا بدلت اماكن الاعداد، شو عملت؟ بدلت اماكن الاعداد، ليش؟ قسمت على سالب.
لما قسم على سالب بدل الاماكن، لما قسم على سالب ببدل الاماكن. طبعا تبديل الاماكن هذا بيتم بثلاث حالات. تبديل الاماكن هذا بيتم بايش؟ ثلاث حالات. ايش هم الثلاث حالات هذول؟ واحد لما قسم على سالب ونفسها لما اضرب بسالب، يعني هاي حاله ثانيه بس نفسها قسمه زي الضرب. لما قسم على سالب او اضرب بسالب نفس الفكره يعني. طب وايش كمان؟ لما اقلب الكسور، لما اقلب الكسور، لما يكون في عندي كسور واقلبها. كيف يعني لما يكون عندك كسور وتقلبها؟ مثلا لو انا عندي هيك واحد على س اصغر من واحد على س اصغر من نفترض 2 على 3. واحد على س اصغر من 2 على 3. طيب ليش بدك تقلب الكسور؟ لان السين وين جايه؟ تحت. تقلب هذول هيك شو بتصير عندك؟ سين على واحد يعني سين اكبر من، تقلب هاي ثلاثه، ثلاثه على اثنين، ثلاثه ايش؟ على اثنين. لما اقلب الكسور برضو ايش؟ ببدل العلامه او بغير الاماكن. طب والسالب هو قسمت على ايش؟ على سالب. لما نقسم على سالب ايش بنعمل؟ واحده من تنتين، اما بتبدل الاماكن يا بتقلب الاشاره. طيب هاي طلعت عندك مجموعة الحال، معناته مجموعة الحال. ايش هي مجموعة الحال؟ من ثلاث لسبعة. مغلقة؟ لا مفتوحة يا استاذ. لا مفتوحة يا استاذ. ليش مفتوحة طيب؟ طيب كيف نمثلها على خط العدد هاي؟ زي نفس الكلام، هيا من ثلاث لسبعة ايش؟ مفتوح. ومن ثلاث، من ثلاث لسبعة. فهمت هاي؟ سالب؟ فيها مشكلة الأكبر والأصغر هاي؟ لا. طيب لو جيت لهاي رقم سبعة مطلق سين، مطلق سين أصغر من صفر، مطلق سين أصغر من صفر، مطلق سين أصغر من صفر. حسب الحل هذا، حسب الحل هاي بتحطها هيك، س اصغر من صفر واكبر من سالب صفر. ما بتضبط صفر يعني. طب شو اللي اكبر واصغر من صفر؟ فاي. ما فيش. شو اكبر واصغر من صفر؟ ما بتضبط. اذا مجموعه الحل فاي. واصلا بدون ما تحلها، بدون ما تحلها في مطلق للسين، مطلق للسين بيطلع اصغر من صفر؟ لا، ما في مطلق للسين لحاله ويطلع اصغر اصغر من صفر. طيب وصلنا عند مين؟ 8. رقم 8 والاهم. ضل 3 دقائق نخلصها في 3 دقائق. ناخذ فكرتها بس، فكرتها. لو كمل الوقت بحلها، ما كملش. طيب رقم 8، رقم 8 بعطيك مطلق 2 س زائد 7 أكبر من 1 وأصغر من 4. أكبر من 1 وإيش؟ وأصغر من 4. بقسمها لمتباينتين، بقسمها لكم متباينة؟ تنتين، بقسمها لتنتين، كيف تنتين؟ باخذ هاي المطلق 2 س زائد 7 أصغر من 4 لحالها. وباخذ 2 س زائد 7 أكبر من 1. هيك تنكتب، أكبر من إيش؟ 1. هاي صاروا تنتين. هاي صاروا ايش عندك؟ تنتين. طيب بحلها هاي لحالها، اصغر من 4 شو بصير؟ بصير 2 س زائد 7 اصغر من 4 اكبر من سالب 4. ناقص 7 ناقص 7 ناقص 7 بصير عندك 2 س اكبر من سالب 11 واصغر من سالب 3. على 2 على 2 على 2 صار عندك س اكبر من سالب 5 ونص وسالب 1 ونص. طيب
مثلها على خط الاعداد على السريع هاي. لو حطيناها على السريع خط الاعداد هاي. هاي ها. من وين لوين يا جماعة هاي؟ من سالب خمسة ونص، اعتبرها سالب خمسة ونص. سالب خمسة ونص. هاي مفتوحة. لسالب واحد ونص. اعتبرها برضو هون تقريبا هيك. سالب واحد ونص برضو مفتوحة. وصل ما بينها. خذ الثانية هسه، نروح على الثانية. شو يعني 2 سين زائد 7 أكبر من 1؟ اللي هي بتصير 2 سين زائد 7 أكبر من 1 أو 2 سين زائد 7 أصغر من سالب 1. هون ناقص 7 ناقص 7، 2 سين أكبر من سالب 6 على 2 على 2 سين أكبر من سالب 3 من سالب 3. هون برضه ناقص 7 ناقص 7 صار 2 سين اصغر من سالب 8، صار سين اصغر من ايش؟ من سالب 4. مثلها على خط الاعداد، سين اكبر من سالب 3 على نفس خط الاعداد، على نفس خط الاعداد. سين اكبر من سالب 3، وين السالب 3 يا جماعه؟ بينهم ولا مش بينهم؟ بينهم السالب 3، وين تقريبا السالب 3؟ سالب 1 ونص هون احكي، سالب 3 ها. طيب سين اكبر من سالب 3 شو يعني؟ الجهة هناك. معي؟ معي. على نفس خط الاعداد. هيك. طيب ماشي. وعندك سين اصغر من سالب 4، سين اصغر من؟ من سالب 4، وين السالب 4؟ يعني هون حكينا هاي سالب 3. سين اصغر من سالب 4، وين السالب 4؟ بينهم هون السالب 4 تقريبا. وأصغر من سالب 4 روح هيك هون سالب 4. طيب وين المنطقة المشتركة هسا؟ وين المنطقة المشتركة يا جماعة؟ من سالب 3 لسالب 1 ونص. اتحاد من سالب 5 ونص لسالب 4. هيا.